تشهد المئذنة الملوية مع غيرها من المعالم على العصر الذهبي العباسي، وهو فترة تاريخية تميزت بالنمو الثقافي والعلمي والفكري في تاريخ البشرية. بسبب تصميمها الحلزوني تطلق تسمية الملوية على مئذنة جامع سامراء الكبير الذي بناه الخليفة العباسي المتوكل على الله، والذي كان أحد أكبر المساجد في العالم عند بنائه. تقع المئذنة على بعد حوالي 27 متراً عن جدار الجامع الشمالي، بالضبط في وسط محوره، وترتكز على قاعدة مربعة تزينها أقواس ينطلق منها الدرج الحلزوني الخارجي 5 مرات باتجاه الصعود. تطلب حجم المسجد مئذنة ذات أبعاد تتناسب مع مقاييسه الاستثنائية، وسمح ارتفاعها بتحقيق إبهار بصري يعكس قوة الخليفة وعظمة سامراء التي كانت العاصمة العباسية. على الرغم من أن معظم سامراء القديمة قد بنيت من الطوب الطيني، استخدم الطوب المشوي لبناء المباني الهامة، ومنها الجامع الكبير والملوية، بالإضافة لاستخدام أعمدة رخامية للزينة. قام الخليفة المتوكل ببناء امتداد عمراني شمال سامراء، أملاً منه بتأسيس مدينة جديدة. من جملة العناصر المبنية مسجد يعرف بمسجد أبو دلف، يعتبر نموذجاً مصغراً عن جامع سامراء الكبير بما في ذلك المئذنة الملوية، غير أن مئذنة هذا المسجد ترتفع 19 متر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزء العلوي من مئذنة جامع ابن طولون في القاهرة تحاكي الشكل الحلزوني للمئذنة الملوية، وبذلك تكون هاتان مئذنتان المثالين الوحيدين لاقتباس شكل المئذنة الملوية في العمارة الإسلامية. على مر القرون تضررت الملوية من الزلازل والكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية مثل النهب والصراع العسكري خلال حرب الخليج وغزو العراق. يعتقد أن شكل المئذنة مستوحى من زقورات بلاد بين النهرين، وقد يكون ذلك صحيحاً، غير أن السبب الأرجح إنشائي وبصري. في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ساد اعتقاد في أوروبا بأن تصميمها مستوحى من تصميم برج بابل، غير أن الرواية قد تكون بالجهة المعاكسة، ومن الممكن أن تكون المئذنة الملوية شكلت مصدر إلهام للفنانين الأوروبيين في تصورهم لبرج بابل. أدرج موقع سامراء على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ولا تزال الملوية شاهداً على البراعة والمهارة الفنية في العصر العباسي، تحاكي بعظمتها اسم مدينتها الأساسية سر من رأى.